السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة وألف تحية لجميع متابعي وزوار قناة كمال فلوغيو الأوفياء. نتمنى إلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية، وانتم كتابعوه متابعينا أينما كنتم داخل وخارج أرض البلاد، كذلك متابعينا من الوطن العربي. شكرا لكم بزاف على الدعم، شكرا لكم على تعاليقكم، والملتحقون الجدد كنشكركم بزاف على الثقة ديالكم كذلك، ونتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الطيب والروينه لنايضه في عين السيخ، نايضه الخوت في عين السيخ. نكون واقعيين، وراكم عارفين كل شيء شاف المباشرات البارح ديال الطيب ديال اختو وديال طبعا الفاكانسيا هاد السيده اللي ما فهمتهاش انا بكل صراحه. ديجا كنت هضرت على 1.5 مليون، ياك ديجا هضرت على 1.5 مليون، ولانني كنت حاضر، وانا لما كنكون حاضر في شي حاجه كنطلع كنقول داك الشيء اللي كاين. وقلت لكم ان داك النهار التقديم اللي حضرت فيه انا، لانه تم التاجيل في الاول، ما كانتش الفاكانسيه، حضرات الفاكانسيه من اوروبا جات، فكان التقديم كنا حاضرين، كنا انه كانت واحد الفرحه، انه يكون واحد الصلح وواحد التنازل وصافي، كل واحد يخدم على راسو. اليوم دابا غادي نجاوب حتى هذوك الناس اللي تيقول لك واش انت تبغي، واش انت دير، واش انت تفعل. انا شوف، انا نقول لكم واحد القضيه، انا غادي نجاوبكم وغادي تعرفوا ان انا راه ماشي تنجي تنبقى نهضر في فيديوهات غير هكاك، اولا تندير فيديو غير باش نبقى ولا عاطفي تنمشي، لا غادي نجاوبكم، لان هذا سميتو لعب الدراري. انسان تيكون كبير وتيقول لك انا عندي مصداقيه وانا داير وانا وانا وانا، اسيدي غندير لك تنازل، غندير لك ما غنديرش لك ما غنديرش لك، والصلاه على النبي. ما غيبقاش الانسان تبقى تلعب به، ولا وخصو يجيبوا لي السكر، ولا وانا خسرت مصاريف، ولا ما عليناش. ففي الاول الخوت، يعني فاش كان التقديم، خرجت انا بلايف وقلت لكم تما من امام المحكمه، قلت لكم انه ما بقاش تنازل، لانني في الصباح فاش كنت شاد الطريق وغادي ديك الوقيته، كل شيء عندي في قناتي، قلت لكم ان غيكون غير الخير، وان ان شاء الله، لان كان ما يروج انه غيتصالحوا ويتنازلوا بعضياتهم، ونعيما اللي فيها يكفيها. وكلكم كتشوفوا الان شنو كتعيش امي نعيمه، ولكن كاين بعض الحاقدين مساكين اللي تيبغيو الانسان حتى يدمروه يساليوه، صافي بنادم يتشتت شي يمشي للحبس شي، لا بحال واحد الكاسول تيخرج تيقول لك لا انا وراه هجموا وراه هجموا، وانت براسك راه هجمتي، انت براسك راه هاجم، انت مني هجمتي ما خاصكش الحبس، ولكن شنو زعما؟ ما فهمتش انا هذا النفاق هذا، ما عليناش. فاش كنت تما انا ما قالت ليش امي نعيمه راه طلبوا لي الفلوس، انا قلت لكم هذا الشيء في فيديوهاتي وفي لايفاتي، وكل شيء يرجع الانسان خصو يبقى، يعني اليوتيوب راه ارشيف راه ما كيتنساش. شوف راه واخا بنادم يدوز الوقت يخرج يبقى يهضر، راه اليوتيوب ما كيتنساش، راه ارشيف، يعني داك الشيء اللي كتقول راه يحسب عليك، وداك الشيء اللي كدير يحسب عليك، والمتابع راه ما كينسى حتى شي حاجه. فما عليناش. فانا سولت قلت لكم ان ملي خرجت امي نعيمه من التقديم، قلت لها واش داروا لك التنازل، قالت لي ما كاين لا تنازل لا والو، وقالت لي، قلت لها واش طلبوا لك الفلوس، قالت لي ما طلبوليش وما عطيتهمش. اذا ما كذباتش البارحه، وكنت خرجت ديك الوقيته وقلت لكم ان السيده باغا المصاريف باش كريت الطوموبيل، باش جات البيه خلات ولادها خلات خدمتها كذا، من هنا 1.5 مليون مات 1.5 مليون البارح طيب فرقع الرمانه وقال داك الشيء اللي كاين، لاننا حنا كنا خارج داك النهار خارج المحكمه، كنا يعني كنتسنى وفارغ الصبر، وكنا تنقولوا غادي يحبسوا هاد الشيء، حنا ما باغيش نخدموا ونبقاو نديروا فيديوهات، ادير ليا نعطي لهذا اعطي لهذا. انا ما عندي مشكل، شوف انا ما عنديش مشكل مع لا الفاكانسيه، ولكن انا الحقيقه تنقولها، لان اللعب ديال الدراري هذا. وقلت لكم على اخت الطيب انها راه باغا دير التنازل، ولكن الاخرى هي اللي ما عرفتش انتم على الهضره ديالها كي دايره، يعني بنادم طلعني فوق السماء، بنادم تواضع شويه لله، تواضع الله. والانسان اللي كيبغي يدير التنازل ما كيبقاش يقول الا نتفاصل معاك ولا، ورغم ذلك مسكين طيب كمدها في قلبه وقال لكم يعني قال لي نعطيك 1.5 مليون وهالشيك عندي وفي الجيب، يعني دير التنازل ونعطيك الشيك. وهذاك النهار كانت واحد الحاجه اخرى غادي نقولها لكم الخوت، لانه كان غيكون التنازل
غيتنازلوا الصلاه على النبي وغتاخذ المصاريف ديالها مع الطيب داك الشيء كيعطيه ليها، لاكيد ان الطيب عارف ان امي نعيمه ملي غيقول ليها مليون ونص وكذا غتقول ليه هكا الطيب ماشي مشكل، المهم غادي تدبر فيها وتعطيها ليه والصلاه على النبي وغادي تعطيه اكيد ماشي مشكل، المهم يكون تنازل ونتفكوا ماشي كل مره. اي امي نعيمه انسانه عفويه ما قارياش ما عارفاش كيفاش تواصل مع المتابع، شي مرات كتبقى تزبلها وهي عندها عادي ولكن الناس راه ما عندهمش عادي، ولكن السيده راه ماشي ما تستاهلش كاع هاد الحقره وهاد ورا الناس تيديروا كثار منها، علاش ما كتوجهوش البارابول ليها؟ ورا بزاف حشومه وعيب وعار ما عليناش. فالسيد يعني خرج طالع ليه الدم لانه عيا، كل مره كيدخلوا شوف شوف شوفوا شحال من مره امي نعيمه كتمشي كتطلب السماحه، يعني السيده يعني المغفره يعني العفو عند المقدره عفوا، وصافي اللي غلب يعفو الصلاه على النبي. السيده طلباتكم وكما قلت لكم نهار قالت لنا عفاك ما تهضروش على اخت طيب وعلى صاحبتها صافي خليهم دبر راسهم لانها كدير الماء منين يدوز، لا دابا لا ضربوا لك الشرف. دابا ما قلنا لك والو، انا البارح خرجت ما قلت لكم ما صافي ما تبقاوش تخرجوا صافي يا سيدي، راه نهار يكون تقديم صافي. دابا حنا ما بقينا باغي لا تنازل لهم يحزنوا ما بقيناش، تمي نعيمه هي اللي كتقول هذا الشيء في لايفاتها ما بقاتش باغا التنازل صافي سيدي، القضاء غادي يقول الكلمه ديالو حتى الاخر. اما الا كان بنادم جاي وناوي باش يطلع قناته وداير في باله انه لا خاصك تطلعي معايا في قناتي، تسمعوا هذه القضيه ما عرفتوهاش، نهار التقديم الاول الخوت نهار التقديم في الاول فاش عرفت ان مليون ونص امي نعيمه كاع ما جايبه اخبار، كاينه الداخل عند النيابه العامه كاينين كاملين، وحنا غادي نتفاجئوا ان السيده كتقول لامي نعيمه حقا خاصك تعترفي انك هضرتي عليا ودرتي وفعلتي وتركتي باش هي تخرج بطاله. شوفوا بنادم كيفاش تيفكر، شوفوا بنادم عقلو بنادم كبير وعقلو صغير ولا حول ولا، اللي كتعرف انه في نفسه الغدر هذا هو البشر اللي في نفسه الغدر، هذا هو البشر اللي تيقول لك انا ومن بعد الطوفان ولا ما نعرف، بحال بنادم ما تيغلط ما حتى شي حاجه، بحال بنادم ما تيضربش في الشرف، نتوما براسكم تضربوا في الشرف كلكم، علاش تكذبوا على الناس؟ علاش تبقاو تخرجوا ديروا راسهم ملائكه ولا انا وانت يا اخت طيب خارجه ولا خويا حتى واحد موقف معاك، واختك خديجه خديجه صاحبي خديجه اللي الناس صراحه هذا الشيء علاش نقول المتابع عمرك تبقى تزرب. نهار كنت نخرج في الاول كان مازال هذا الشيء ما خرجش تنقول لكم الطيب ما تهضروش عليه، يا ودي يا ودي الطيب مسكين راه دار غير خير، يا ودي الطيب دار غير خير الخوت، يا ودي راه انا اللي عارف راه انا اللي نزلت الارض الواقع، يا ودي راه اختو راه باغا دير التنازل، يا ودي راه ما باغينش هذا الشيء، يا ودي راه كتفكروا وراه عاول الدم وراه عاول بزاف د الحوايج. تصوروا حميد راجل مريم والله ما قال شي كلمه خايبه في خواتاته ولا في عائلته، نقول لكم الصراحه بقى فيه الحال قال لك هذيك خيتي برانيه جايه باغا دير لنا التفركيت، هي هذاك الشيء اللي بقى ما مفركتش غتفركته وكتحكم ليا في اختي، قال لك وتا هذيك اختي مازال ما عندها عقل ما عارفاش مازال ما مدوزاش السيده الله باديه، قال لك راه ما فاهمه حتى شي حاجه والسيده باغا تطلع قناتها عليها وتبين لها البطاله وتبين الناس انها بطاله. وهذا الشيء شفتوه لما طلعوا مع الكسول في الفيديو انهم فرحانين وكيضحكوا وما عارفين تيهضروا زعما بغاو انهم حتى هما يديروا الباز وتطلع القناه وتوصل. والبارح كتقولي للطيب ان قناتك طلعها لك الكسول، واش منيتك واش كتضحكي على راسك؟ حنا كنعرفوا طيب ما قبل كاع ما يوقع هذا المشكل كنعرفوا الطيب عنده قناه، كنعرف انا الطيب في البدايات ديالو كنت نتفرج مني كان تيدير البني وبنى دارو راسو بيدو وبزاف ديال الحوايج ومرتو عمرنا سمعنا منها شي كلمه العيب، والحمد لله تلاقينا على ارض واقع ما شركنا لا طعام لا والو، شركنا غير هضره وهضره ديال المعقول، انسان معقول انسان ما شوف الحاجه اللي فيها الشر ما تيهضرش بها. السيد طلع بقى فيه الحال لانك انت بسلتي كتلاعبي بعائله على قدها، وخديجه هربت امهم ما باغاش هذا الشيء لان راه كتراعي بزاف د الحوايج، انت عندك نوايا اخرى جي كتفلعصي عليهم، شكون انت؟ ما انت كونين انت؟ اش كون انت في ملك الله؟ اما بغيتيش ديري التنازل دبر راسك هذاك صافي خرجي قولي لهم ما غنديرش، وقوليها في الفيديو خرج قولي اخوت انا ما غنديرش التنازل غنتبعو صافي حتى الاخر. ايوا صافي علاش كل مره مخرجه اخت طيب احنا نديرو التنازل ولكن باعتذار، وصافي راه الناس عاقوا بكم وعاقوا بكم الناس، والاعتذار هو بمثابه اعتراف وهذا الشيء ما غاديش يكون.
لانكم كنتو غتكبروا اكثر كنتو درتوا، يعني الناس اللي مقصرين كيبقاوش يفكروا في الاعتذار، صافي تنازل مسامحه، الله يعاون الله يعاون. من بعد تصفى الخط يعني الخواطر راه غيديروا معكم ماشي غير فيديوهات ديك الساعه منين تضمن نعيمه منعيمه راسها، صافي الله يعاون، صافي كل واحد الله يعاون، وغادي تصور معكم وتطلع وتدعمكم وتقول انهم فعلا الله عمر هدار ما طلبوا لي. اما مني غدير تنازل بالفلوس وباغا المصاريف يا ودي الفاكون يا ودي خليني ساكت، انا ما بغيش نتفرقع. المهم الخوت، تكلمت لكم وقلت لكم انهم مليون ونص، وانا سولتهم من نعيمه وانهم من نعيمه ما كتكذبش، قالت لي ما طلبوليش وما عطيتهمش، والقضيه كانت ما بين طيب، وانا ما بغيتش نقول راه طيب وكذا وراه طيب مسكين وراه تيجري وتيدير طيب. فاش خرجوا من المحكمه وحنا عرفنا انه النيابه العامه حالتهم مره اخرى للضابطه القضائيه، لان هاد الفاكانسي ما عندهاش ما يفيد واحلى باغا تلصق صحه ما عليناش. فانه شنو غادي يوقع الخوت سمعوا مزيان شنو غادي يوقع. طيب تصدم ودار حوار واحد مع زهير فاسيس بريس، وكذلك هاد خيتي هادي اللي كتقول لك هي ما باغا لا بوز لا والو باغا حقها والقضاء ونني، واحد المنبر بلا ما نسميوه مشى بغى يدير معها حوار، وقالت ليه لا خلي تنصور في قناتي ونخرج للمتابعين نقول لهم شنو كاين والسبق في قناتي عاد نخرج معك، وبقات تبسم لان شوف المنبر منبر وقناة قناة، يعني عادي الإنسان شوف بنادم جالس قدام محكمة وتيفكر فوقاش غيخرج ويمشي لقناته ويدير ويفعل وترك ما عليناش، واش المشكل من حقك غير هو احنا تنوريو الناس الحقيقة. فطبعا قلت لكم مليون ونص، قلت لكم راه أمي نعيمة ماشي هي اللي قالت لي، قال شنو قالت لي شنو قالت لي، انا راه داكشي اللي كاين تنحطو، وحتى الا كانت يعني أمي نعيمة غلطت راه حتى الطيب راه ضربها في وجهها، هذاك السيد يضرب بنادم في وجهه نيشان درتي غلط درتي كذا، ولكن نجمعوا هذا الشيء ودار بوجه بزاف د الحوايج وبغى يجمع هذا الشيء، ولكن انت الفاكانسيه كان عندك راي اخر. وشتو البارح شنو وقع الخوت، السيده كتسنى ودابا ولات خويا الكسول، لا حنا ما اسيدي انا تنقول لامي نعيمه البدويه من هنا، وانا عارفك تتفرجي فيا امي نعيمه وصافي، ما تبقايش تمشي تحزري بنادم، وبنادم راه تيكبر غير مره واحده، واش تي ما كبرش والله يعاون العونات، وراك الله هو اللي خصنا نخافوا منه، والله هو اللي دارها هي اللي كاينه امي نعيمه، لان فعلا دابا هما ولاو تيضربوا تاف مراد الوانكم، مراد الوانكم ما داير والو لا شيطان، مراد الوانكم داير غير خير، يا قلتوا ان مراد الوانكم تيضرب الفلوس مع امي نعيمه تطلع قناته، نتوما مالكم هي باغا، هي قالت لك تيخسر كثار، نتوما مالكم سوقكم، خلي السيد واقف معاها السيد كاري تما تيخسر حتى هو الفلوس، شو صحابك ساهل باش تخرج من حدا دارك وتمشي تخدم على راسك هذيك الخدمه، ولا وقف مع امي نعيمه هي باغا كاين شي مشكل تيمشي يديها. نتوما وصلتوا لدرجه انكم اتهمتوا مريم مسكينه لمياء مسكينه انها كذا ضربتوها في الشرف مع مرض الوانكم، ما حشمتو ما غرقتو هكا، كنت ملي كتحصلوا ما كتلقاو ما ديروا، كتبغيو ديروا السسبنس المتابع كتضربوا الناس في الشرف ديالهم، وكتجيو غابل فين كتضربوا وكتجيو كتطلعوا كتقول لك لا انا بشرفه انا ما بديت يقتلوني شي وحدين، تنبقى غنشوفوا حق الله العلي العظيم تيحقروا على شي وتيتحقروا من شي، الفاهم يفهم. فالخوت داكشي كاع اللي كنت قلت لكم هو اللي خرج البارح قالوا طيب الحوايج اللي حضرت فيهم راه قلتهم لكم، داكشي اللي ما حضرتش فيه ان امي نعيمه مشات غير مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، والسيده كتديها وكتهربها على عائلتها، ها نتوما تكتشفوا اليوم ان خديجه اللي كنتو كتسبوا، علاش نقول لكم مابقاش تسبوا، هي ما بغاتش هذا الشيء، وبغات يعني ما عجبهاش هذا الشيء، لان هما المعنيين بالامر، اما كان سياره يسالي الامر غتمشي الطير الله يعاون الله يعاون، ولكن شكون اللي غيبقى يتلاقاو ديما، شكون تجي اخت طيب كتقول لك بنتي، دابا حنا ما قلنا لك حتى شي حاجه ما قلناش لك، ولكن انت منين تتحكم فيك صاحبتك قولي لخوك اخويا راه ما غيكونش التنازل الا بهذا الشيء بلا ما تجيو بلا ما تبقاو يعني تحطوا راسكم في مواقف بايخه، بلا ما تجي بلا ما نمرمدك بلا ما نصغر قدام الناس، ها شنو كاين نيشان، ماشي لا غيكون خير غدا غنديرو غدا غنفعلو، تجي صاحبتك كتقول لك لا خصو يكون هذا الشيء وانت ما قاداش عليها وما قاداش ثاني على خوك وما لقيتي ما ديري، والان تتصوري انك ماشي تسكتي خرجتي تضربي في خوك وتقولي حتى واحد ما وقف معايا، حتى الام ديالك ما بغاتش هذا الشيء، هذا
لان نعيمه الا كانت غادي توقع في شي مشاكل او لو وقع عليها شي حاجه من واحد براني، داك الشيء كتكون يعني على الاقل ما كاينش دم، ما كاينش بيناتكم ولد، بيناتكم يعني نسوبيه ودم وجوره وعشره، وهذا الشيء كاع انت يا ضربتيه في الزيرو. يعني باش نقول لك انت بكل صراحه، انت ما تديري بوجه حتى شي واحد تما، درتي بوجه واحد الله عرفتيها 9 شهور هذه وما درتيش بوجه واحد دمك خرجوا من كرش وحده. ما عليناش، ماشي شغلنا، انا تهضرش على التنازل، كنهضر على ديك الخرجات اللي خرجتي ولا حق الصباح داتك للسبيطار. واش تصحابو دابا هذا الشيء؟ دابا غير اللي بغى يدير البوز كطيح ليه القناه، اما كيلقى ما يدير ما يصور، يا اما كيدابز، يا اما كيخرج كيخرج العيب، يا اما كيمشي للسبيطار، يا اما كيبقى يدير التمثيليات الخاويه. صافي هذا الشيء كان باش تطلع بحال واحد موضوع غنهضروه فيه من بعد، واحد السيده اللي هي قاصر، مع احترامي ليها السيده كانت تدير فيديوهات فلوغات، هذاك اللي البيدوفيل نقولوا احنا سيدي باش تبقاو على خاطركم، اللي خوبو كريشة اللي دار الدنبره مشى كيتعاقبوا راه في الحبس، خارجه حتى هي باش تعاطى باش يطلع ليها. يا ودي الناس راه عايقين بكم، واش تصحابوا دابا نتوما الناس مكلخين اللي في المتابعين مكلخين ولا شنو؟ والمتابع راه تيعرف حسن منك وادكى منك وربما واعي وقاري عليك انت اللي داير قناه، راه كاين متابعين ما عرفتش شنو غادي نقول لكم والله. المهم الخوت، هنا غادي نجاوب الناس اللي تيقولوا لي لا حقه ما حقه واش تبغي. شوف انا تنقولها مباشره، انا تنجي فاس ما تنبقاش ندريبلي، انا ما تنقولش لا خاصو يدير، خاصو يعتذر، خاصو نعطيه التنازل والاعتذار هو الاول كذا. انا يا اما غادي الا بغيت نعطي شي واحد التنازل غنعطيه ليه نيشان، يا اما غنقول ليه اللي غنخرج غنوجه لي رساله، راه ما كاين له تنازل لا والو، راه حنا غنمشيو حتى لفاه القضاء والصلاه على النبي، وما غنبقاش نتلاعب بالناس، وما غنبقاش نتلاعب بدم وجه ديال الناس، وما غنبقاش نحط الناس مواقف ماشي هي هذه والصلاه على النبي. وهذا الشيء السيده راه اختو راه طيب، راه مرمدوه باش نجيكم من الاخر، مرمدوه مسكين، يمشي عند هذه ويمشي عند هذه وحبس هذا عفا كذا. ودي امي نعيمه ياك بغيتي كاع طيح خنافرها، انتم السيده شتجي عندكم مره جوج ثلاثه، ورغم هذيك كتقول ماشي مشكل انا اللي فيا يكفيني، بقى عاد غادي طالعه الهبوط، ولكن هذا الشيء كامل ما درتوش به. فما تجيش تقول لي لا واش تبغي، احنا ما قلناش لك سيدي دير التنازل صحه، وما تلعبوش بالناس، ما تبقاش تقولبوا على الناس، هذا لعب الدراري ما عنديش مع انا بنادم يكون نيشان يخرج فاس كلمة واحدة أنا ما غديرش الصلاة على النبي. جيت عندك جا عندك الفاكانسية الطيب، قولي ليه ما غيكون حتى شي حاجة أخويا، اسمح لي ما غتكون حتى شي حاجة، أنا وجهك غالي ولكن أنا ما غندير حتى شي حاجة غنبقى تلفاه، ما غتبقاش تدرب لي لا خاصني المصاريف ولا خاصني كذا، والله خاصني الاعتذار ولا خاصها تخرج معايا في قناتي دير معايا فيديو في قناتي هو الأول عاد نعطيها الاعتذار كذا. أنت زعما مطورة. أنا نقول لك واحد القضية، شتي هذا الشيء اللي واقع يفوت التقديم كان شيء لم يكن، راه كوزان كوزان يناشد الكاسول وكذا، شنو ربح دار شي حاجه قناه ما وصلهاش حتى 100000 تجد شي لعبه والو، كل مره يخرج يبكي، وانا خسرت في الكلينيك مليون وانا خرجت في كذا وانا درت وانا فعلت وانا يا خوتي السيد شد لي القضاء. القضاء وهنا تيبانوا، هنا في كاين المصداقيه. دابا بزاف الناس يقول لك ديروا به شكايه، الخوت راه الناس اللي كيديروا شكايه خصكم عندهم الصفه، الجمعيات اللي كانوا تيحاربونا خصو ان يبينوا المصداقيه ديالهم. راه سي ضرب في القضاء قال لك ما كاين لا قضاء لا والو، والقضاء واخد لي حقه وحط 4 ديال النفوس في الحبس وخارج يقول لك ما كاين لا قضاء لا والو. المهم شنو غادي نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله، هذه رساله اخيره كرأي شخصي، امي نعيمه اللي دارها الله هي اللي كاينه، انا عارف ما تمرين به، انا عارف ملي كتمشي تشوفي بنتك مريم عارف بزاف ديال الامور، لان شوف واخا الانسان كيخرج يعني ما تيبغيش يبين في اليوتيوب وكذا، ولكن راه القلب راه حاجه اخرى، فلهذا اللي دار الله هي اللي كاينه. وشوف الركوع لله عز وجل، حنا كنا كنخطئوا كنا كنغلطوا، هذا ما كان. انا تنقول لكم حتى نتوما بالنسبه للطيب تنقول ليها اخويا درتي ما في جهدك، وبالنسبه للختو وصاحبته تنقول لهم شوف من حقكم اسيدي بغيتو ديروا التنازل كونوا شويه تكون عندكم الكلمه، ما تبقاوش تلاعبوا بالناس، واللي بغى شي حاجه ما يبقاش يدري بلي يجي ديريكت،
والايام بيننا، غادي نشوفوا واش هذا الشيء فين غادي يوصلكم. المهم هذا ما كان الخوت، تحياتي لكم، شكرا لكم على الدعم ديالكم، نتمنى تعطيونا اللايكات وعطيونا اللايكات يطلع شويه الفيديو، والتعليق ديالكم. تحياتي لكم، كان معكم اخوكم كمال فلوغيو.